أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير. طقس الغد يكون مغبرا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة خاصة على السواحل والجزر وبعض المناطق الشمالية والشرقية، والرياح معتدلة السرعة إلى نشطة خاصة على البحر مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، والبحر المتوسط يضطرب أحيانا في الخليج العربي وبحر عمان.